ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. انا قبل ما ابدا حلقتنا حابه اعلن لكم على مسابقه جميله علشان انتوا تشجعوني وانا اشجعكم. المسابقه هتبقى عباره ان انا دلوقتي هحط علامه اللايك وعلامه القلب كم مره في الفيديو، واللي هيجاوب صح انا حطتهم كم مره في الفيديو ساعتها ويكون هو اول واحد، يعني اول واحد هيجاوب صح له المكافاه. طبعا المكافاه عباره عن ان انا هدخل وهرد عليه في التعليقات وهقوله انه بقى صح، وهبعت له رقمي الخاص، هيبعت لي رساله 30 ثانيه. الرساله دي عباره عن ايه؟ اي حاجه هو عاوزها، حابب يهني حد مناسبه عيد الحب، حابب يقول لامه جمله، حابب يقول عن حاجه مضايقاه، بس من غير شتيمه او غلط، هحطها له في اول الفيديو بتاع الحلقه الجايه اللي هتنزل على القناه، ولو حابب نقول اسمه هنقوله كمان، بس يكون فايز معانا. ايه رايكم في المسابقه؟ بتمنى منكم ان انتوا تشجعوا وتسمعوا الفيديو بسرعه علشان احط لكم المسابقه كل يوم لحد عيد الام كمان لما يجي، علشان كلنا نعيد على امنا وتسمع صوتنا واحنا بنقول لها رساله حلوه، هي هتكون قصيره بس حاجه جميله. ويلا بينا نبدا الحلقه. بياخد زي نفس طويل وبحاول يفكر هيعمل ايه، فالقرار صعب. هو بحب ولاد عم وبيحترمه، وكمان هو معجب شويه ببسمله، بس مش قادر يتوقع ان هي ممكن تكون مراته. ده قباله الند بالند كلمه وبال عشر، وهو ما بيكرهش في حياته غير الست اللي تقف تجاوبك في راجل سواء على صح او غلط. المفروض تستناه في غضبه، يعني موقف اللي اخوه عمله غلط، بس ما ينفعش ان هي تقف وتهينه بالطريقه دي مهما عم كان ابن عمها الكبير. وبس بياخد قراره علشان ما بيزعلش جده ويقول خلاص يا جدي، ايه اللي تشوفه انا موافق عليه، ما دام شايف ان المصلحه تحكم انك تجوزها ما عنديش اي مانع. خلاص يا ولدي، حاول بقى تقنع اخوك، وما لكش دعوه بمرات عمك. انا هقنعها، هي مش هتقول لي على حاجه. لا يلا روح انت. حاضر يا جدي، ايه اللي تشوف، بس انا عارف ان ادهم صعب انه يقتنع، علشان كده هحاول ابتزه شويه يمكن يقتنع. اعمل اللي انت شايفه صح، لدرجة لو حابب ان انت تقوله ان جده قال لو مش وافق هيطرده من الدار وكمان من المصنع ومش هياخد فلوس. عادي، المهم عنده انه يوافق. انت عارف لو الفرح دي مش تم في شهر، النصيبة اللي جاية على روسنا مش هنقدر نلمها. تمام يا جدي، بالاذن. هام عند ادهى كان قاعد بيغلي من قرار جده انه يتجوز شمس، فهو شايفها بنت سلبية وما فيش حاجة فيها ان هو يبصلها او يحبها او حتى يخليها زوجة ليه. كان في دماغه ان دي اخرها لو عاوز يبقى معاه هي ليلى، وكان متضايق جدا من القرار ده. اما بالنسبة للي حصل بينه وبين بسملة، فدي كانت حاجة هانية جلجلته لانها عرته قدام الكل وفضحته. هما عارفين، بس محدش يقدر يقوله حاجة زي دي، وبالذات ان زين اخوه، زين رجال طبعا، بيحمي اخوه ومداري على كل بلاوي ومخليه باش مهندس محترم. بس اجت بسملة وقللت منه وبينته على حياته، كان قاعد بياكل ويهرف نفسه. وساعتها اجى اخوه وقعد معاه وقال له ايه اللي انت عملته ده يا ادهى؟ ايه ده اللي انا ربيتك عليه؟ عاوز تمد ايدك على بنت عمك؟ عاوز تمد ايدك على حرمه يا راجل يا محترم يا متعلم؟ وانت بقى شايف ان دي حرمه؟ دي كلبه سعرانه، وبدل ما انت تجيب لي حقي منها، لا سومت معاها وطلعتني انا الغلطان. ماشي يا اخويا يا ابن امي وابويا، بدل ما تقف معايا لا وقفت على الغريب عليا. بيتعصب زي ده انه قال عليها كلبه سعرانه، فهي بالنسبه له هتكون مراته، وبزي ما تهانت هو كانه تهان. وبقول بغضب لاخوه احترم نفسك، اللي بيتكلم عليها دي هتكون مرت اخوه، وقبل ما تكون هتكون مرت اخوك بتكون بنت عمك اللي عشنا وكنا سوا مع بعض لعند النهارده عايشين وبناكل سوا. ولو حد هانها المفروض انت تقف وتواجف وتواجهه وتهينه وتضربه كمان لو وصلت، مش تروح انت تهينها. طيب انت هنتها وهي هانتك. شمس عملت لك ايه علشان تجرحها بالطريقه دي؟ مش عايز تتجوز؟ قول لا، بس ما تجرحهاش. هي عمرها ما اذيتك في حاجه، ولا عمرها اتكلمت معاك في حاجه، ولا انا شايفها مدلوجه عليك وراحت قالت لجدك انا عاوزه اتجوزه.
جدك اللي عايز القرار ده زي ما بياخد اي قرار علشانك دي. هي ما غلطتش لما ادتك على نفوخك، هي قالت لك حقيقتك علشان اللي انت عملته في اختها. انت مش زعلان من نفسك في اللي قلته على شمس؟ مش زعلان؟ زعلان ان هي قالت لك حقيقتك. بس ملا اللي انا كل يوم ماسك في جرنال وماسح الصحفي اللي بعاوز يكتب عنك وموقف نص الصحفية وطاردها من مكان شغله علشان بيكتبوا عليك، والفضايح اللي انا ببعت الحراس يداروها عنك كتير. ايه كل دي نسيه؟ بس ملا قالتهولك واجعك ليه؟ ما دي حقيقتك. بس بنت عمك بقى مش موجوع علشان انتهى؟ ها يا راجل مش موجوع؟ بقى انا ده ادهم اخوي اللي انا من وانا صغري بعتبره ابني وبربيه وبعلمه وبخليه راجل علشان يبقى كبير لو اخوه حصل له حاجة ولا جده، تيجي في الاخر تعض في عرضك وتهينه، لا وكمان لما حد يوقفك عند حد عاوز تضرب، وكل ده قدام الراجل الكبير جدك وكبير الدار وكبير العيلة اللي الكل بيحترمه، لا وكمان قدام اخوك اللي رباه. يا اخي لو غلطت فيك اعتبار ليا ولجدك على اللي انا علمته لك تسكت وما تفتحش بقك، وساعتها شوف انا كنت هعمل ايه. بس انا كنت قاعد في نص هدوم هرد ادافع عن اخويا اقول ايه، واخويا اللي غلط واستاغح في الكل وعمال يغلط في بنات عمه. بيحس ادهم انه غلط في اخوه وفي جده كمان لما عمل كده، واكتر واحده غلط فيها شمس. هو بيعتبر شمس صاحبته بس مش عاوز يتجوزها، هو ما يعرفش الكلام ده طالع منين. قلبه بيقول له كده بس العقل بيقول له انت صح واللي عملته صح. الشيطان بيلعب في عقله. وبعدين اتكلم وقال بص يا زي، انا ما عنديش اي مانع ان اعتذر لجدك وكمان اعتذر لشمس، بس انا مش هتجوزها. لو ايه اللي حصل يعني؟ لو انتم مفكرين ان انتم هتلو دراعي علشان اتجوزها تبقوا غلطانين، انا مش هتجوز شمسي دي. تمام خلاص يا ادهم، يبقى جهز روحك وجهز شنطه هدوم علشان جدك قال اللي مش هيسمع الكلام من الرجاله هينطرد، وكمان الشركه مش هتخشها وحساباتك هتتجلب، كل حاجه باسم جدك واحنا ما نقدرش نعمل حاجه. علشان كده لا اما تجهز روحك وتوافق، لا اما تجهز روحك للرفض وتطلع بقى تشوف لك اي مكان تقعد فيه، حتى شققك اللي في مصر باسم جدك والفيلا باسم جدك مش هتعتبه. وجدك هو اللي قال لي الكلام دي، ولو مش مصدق انزل اساله. وللاسف يا ابن ابوي مش هقدر اساعدك، لان المره دي جدك حاطط الموضوع في دماغه عند عاوز بقى كل عيلته يكونوا مع بعض، وانا قلت اللي عندي بالاذن. بيمشي زي وبيقعد اهتم يفكر في الكلام اللي اخوه قال. معقول جده ممكن يطرده من البيت؟ معقول جده ممكن يغصب عليه ان هو يتجوز واحدة مش بيحبها علشان هو عاوز كده؟ وبيقعد يفكر هيعمل ايه. اما عندي بسملة كانت قاعدة في اوضتها، اوضة هادية ورقيقة عكس شخصيتها خالص، وساعتها كانت بتفكر في كلام جدها، وساعتها قالت انا لا يمكن اتجوز اللي اسمه زين ده، لو اللي حصل لا يمكن اتجوز الراجل القاسي ده، لا يمكن اتجوزه، ده نسخة من جدي، انا لازم انزل اتكلم مع جدي، لازم اوقفه بقى عند حده، كفاية تحكم فينا. هو خلاص قتل واحد من عياله والتاني هرب وعاوزنا نفضل تحت طوعه. هما تحت كان قاعد الجد بعد ما نادى على مرات ابنه هي اللي اسمها فتحية، وام البنات قعدت فتحية وهي بتقول بتوتر نعم يا بالحاج، قالوا لي انك عايز، هو في حاجة؟ انا والله يا بالحاج مالي علاقة باللي البنات عملوه، انا والله ما اعرف حتى انت كنت عايزهم في ايه. مالك يا فتحية بتتكلمي بخوف ورعب كده ليه؟ وانت مالك وبنات بلدي واللي عملوه؟ يا فتحية انت بنتي مش مرات ولدي. ممكن اكون شديد، بس انت عارفة اني شديد كده ليه؟ علشان احميكي انت والبنات من اللي جوزك عمله. يا فتحية لازم تقنع البنات بالجواز، ولا اللي هيفتح هنا بحر دم احنا في غنى عنه، علشان اللي عمله زمان ابوه الله يسامحه مطرح ما راح، انا لحد دلوقتي مش راضي احكي البنات عن اللي ابوهم عمله واسوق سمعته قدام بناته، علشان لو في يوم فكر يرجع بناته يفضلوا محترمينه، محدش يعرف اللي حصل ده غيرك وغيري وغير كمان يا زين، علشانك دي
بالله عليكي كلمي بناتك وعجليهم، الموضوع بدأ يكبر وكبارات البلد عاوزين الموضوع يتم، وانا عايز انهض البنات. وهنا بتدخل بسملة بكل ثقة وهي بتتكلم وتقول: انا سمعت كل حاجة يا جدي، وعايز اعرف دلوقتي يا ابويا السبب في ايه، هو انت بتداري عننا ايه؟ لو سمحت يا جدي كفاية بقى تخبى علينا، احنا مش صغيرين، انا عايز اعرف كل حاجة دلوقتي اهو. روحي يا فتحية الشمس، راضيها بكلمتين وحاولي تقنعيها بالجواز، وحاولي ما تفهمهاش اي حاجة، هي قال كبير بس قلبها رقيق وما بتتحملش حاجة، انا لما قعدتها من دراستها قعدتها علشان هي مش قد بتعوط البندر ولا قد ان هي تروح مع حد ولا تيجي، هي بتخاف من اقل حاجة، قعدتها خوف مش تحكم فيها. اما بنتك بسملة فهي قوية، علشان كده انا مش منعتها مع اني اقدر كنت امنعها. روحي يا فتحية وانت يا بسملة تعالي اقعدي مكان امك علشان تعرفي كل اللي حصل زمان وليه ابو جدك مضطر يعمل كده. وفعلا مشيت الام وقعدت بسملة مكان امها واتكلم الجد وقال: انا هحكي لك دلوقتي كل اللي حصل من 30 سنة علشان يبقى عندك علم بكل حاجة، علشان انت كبيرة وواعية، وزي ما حكيت لي ياسين وشال معايا السر والهم انت كمان هحكيلي. من 30 سنة ابوك كان لسه شاب طايش، كان بيحب بنت من الكفر اللي جنبينا من عيلة كبيرة زينك دي، بس بينا وبينهم طار وعمره ما هيتحل، غير انه كل واحد راح لحاله وخلاص، بس عمر القلوب ما هتصافى. المهم ابوك ايجي عرض عليا انه يتجوز، رفضت، ووقتها حكمت عليه انه يتجوز امي، وفعلا اتجوز امي وحكى للبنت، والبنت فضلت تحبه وفضلوا يتكلموا مع بعض ويعملوا كل حاجة مع بعض، لدرجة ان هما ممكن يكونوا اتجوزوا في السر. اهل البنت لما عرفت شاطوا ازاي ده يحصل وازاي يحصل معاهم كده، ساعتها قرروا ان هما لازم يقتلوا ابوكي ويغسلوا عاره، وكمان بعدها يقتلوا بنته علشان الفضايح، ويقتها بوظوا عربية ابوكي، بس للأسف مرات عمك تعبت وعربيته باظ، فعمك خد مراته وراح يكشف عليها، عمك ساق العربية ووقتها عمل حادثة ومات، وبعدها اكتشفت كل اللي حصل، ولما واجهت ابوكي وعرفته باللي حصل هني وزعجلي وقال لي ان انا السبب اني مش هتجوز حبيبته، وهياني اما كنت تطي راسي لعيلة تانية علشان هو يعمل اللي هو عايزه. وتاني يوم الصبح صحينا لقينا سايب رسالة انه مش عايزك ولا عايز امك ولا اختك، وعاوز يعيش حياته حر طليق مع اللي بيحبها، وخد البنت وهربت. ووقتها العيلتين قعدوا واحنا قلنا ان احنا ملناش دعوة، وبنتهم هربت والولد هرب وساب مراته وعياله، بس من فترة طلع ابن اخو البت وعايز يفتح كل اللي حصل زمان، وهو دلوقتي بقى الكبير وبيكره ابن عمك علشان البلد كلها بتحب، وحاطط في دماغه ان ده طريق قديم وعاوز يفتحه، لا يخلص ان انتوا البنتين ولاد الراجل اللي هرب عمته يتجوزكوا وتخليكم خدمات للعيله، ده اما هيقتل ولاد عمك الاتنين زي ما قتلوا ابوه. وقتها ها انا مش بايدي حاجه، انت عارف عندنا الطار والشرف هنا بيمشي ازاي، علشان دي المعلومة لما اجت لي قلت ان لازم قبل ما يفتحوا في الموضوع تكونوا متجوزين، ولو اجوا يفتحوا في دم هقولهم ان هم قتلوا مرت وولدي وبنتهم هربت والموضوع اتقفل، بس لو لقوكم لسه مش متجوزين انت واختك هيحاولوا يبوظوا كل حاجة. عرفتي بقى ليه انا على طول قافل عليكم؟ عرفتوا ليه على طول اي غلطة بحاسبكم عليها؟ علشان مش ناقص اللي حصل زمان من ولدي يحصل تاني. بكون مظلومة مش مصدقة، يعني ايه ابوها اللي بتتهم العمر كله انه هرب من اسود جدها طلع هو اللي قاسي وعمل فيهم كده؟ هو ساعتها بتتكلم بذهول وتقول: ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا، تفتكروا معايا يا ترى ايه اللي هيحصل تاني؟ يا ترى هتعمل ايه بسملة؟ يا ترى هتفضل مصرة على موقفها؟ ويا ترى كمان ادم هيفضل مصر على موقفه ولا لا؟ هو يا ترى لو فضلوا مصرين على موقفه ايه اللي هيحصل في السر ده؟ ممكن العيلة التانية تتقلب عليهم وتقتل الولاد ولا لا؟
مستنيه رايكم في التعليقات، وبتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.